السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مصرح محمد بكم جديد على قناة مصر الزراعية لزراعة الأسطح. في هذا الفيديو تم اكتشاف سر من أسرار أصحاب المشاتل في تشتيل التين الشوكي في الصيف. طبعا أنا لما كنت بشتل بزرع التين الشوكي من الكفوف في الصيف، كنت بلاقي الورقة كده عفنت من تحت التربة، من تحت التربة من هنا كده كنت بلاقي الورقة عفنت، وبلاقيها بلاقي العفونة طلعت لحد هنا ومن جوه بقى سرحة، وكانت بتبوظ لي الدنيا لو زرعتها في الصيف. يعني كانت بتعفن عفونة جامدة. فأنا اكتشفت السر بتاع أصحاب المشاتل اللي بيشتلوا بيه التين الشوكي. أو يعني ده مش سر، ده مش سر كبير، يعني ده الأذكياء بس هما اللي يلاحظوه. يعني مش أي حد كده يلاحظ السر ده، هو حاجة سهلة، حاجة سهلة جدا جدا جدا. ومن طبيعة التين الشوكي إن هو بيحصل فيه كده، ولكن محدش بياخد باله. وانا عن نفسي انا ما خدتش بالي، انا دخلت على فيديوهات على اليوتيوب وقعدت اتفرج لمدة 3 ساعات لحد ما اكتشفت السر ده. السر ده هو اني انا خلاص رحت المشتل هقول للراجل اقطع لي مش كف واحد، كفين فوق بعض. والافضل ان عشان انت عايز تزرع يكون الكفين دول، بص، الكف الواحد لوحده كده اسمه كف، الاتنين فوق بعض كده اسمهم كتف، اسمهم كتف. والافضل ان التين الشوكي تكون طارح قبل كده علشان تضمن ان هو يطرح عندك في البيت. فالسر هو ان انا بجيب الكفوف وبزرعها وبقعد وبروح مرطب التربة فقط، يعني ما برويش. زي ما انتوا شايفين الكفوف دي انا زرعها من يومين واحنا في الحر دلوقتي، فالتربة نشفت، فرحت مقلبها واسيبها على كده، مش هروي خالص الا بعد 20 يوم. فالسر هو اقول لكم بقى كده على السريع، السر هو اني انا بجيب الكفوف وما بسقيهاش خالص، بزرعها اهو اروح مرطبها بشوية مية بصاط جدا، ارطبها بشوية مية بصاط من الناحية دي والناحية دي واضغط عليها كده وبس. هو ده كل اللي انا بعمله علشان التين الشوكي ما يعفنش. هتقول لي بقى الحر وهيموت ومش عارف ايه، التين الشوكي ما بيموتش، التين الشوكي ده اصلا موطنه الاصلي هو الصحراء ومتعود على العطش. انا رحت المشتل مره لقيت شجره كبيره طولها 3 متر وماهيش طرحه، وفي شجره طولها متر وطرحه، بقول للراجل ليه؟ قال لي عشان الشجره الكبيره ديت بتتسقي، اما الشجره الصغيره دي ما بتتسقيش فيها طرحت. فانت كل ما لما ما تسقيش التين الشوكي، يعني مرة في الشهر بالكتير قوي، لما التين الشوكي ما يتسقيش هيطرح ومش هيعفن. فالسر هو انك انت اول ما تزرعه ترطب بشوية مية، تسقي بشوية مية قليلين قوي. يعني بص من هنا اهو مفيش مية خالص، مفيش مية خالص، مفيش مية ده. وانا لسه دي يعني انا جبت شوية مية قليلين ورطبت من هنا ورطبت من هنا، وجيت تاني يوم دست كده، دست جامد ورحت مخربش التربة وعاملها بس كده. هو ده كان سر اصحاب المشاتل في تشتيل التين الشوكي في الصيف بدون ما يعفن. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس الرمادي ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وزبطنا في كل فيديو زرع في الدنيا نمت على الزراعة. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.